صباح الخير عليكم كاملين دائما الجدا فام الاذاعه الايجابيه. مرحبا بالناس اللي كيسمعونا دابا هذه 9:16 دقيقه. ودابا جا الوقت في نرحبوا بواحد تنقول لك واحد جوج فنانين تبارك الله اللي جاونا من مدينه ديال فاس، ولكن كاينين حاليا في مدينه ديال الدار البيضاء. الموسيقى اللي كتسمعوا هي موسيقى من الاغنيه ديالهم اللي كاينه في الالبوم ديال معنا. ولكن نرحبوا بكم، تصفق عليكم اخويا. صباح الخير على سعد مريم. صباح الخير. صباح الخير يونس. كيداير خويا سعد؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك، صافي بليزير. وصباح الخير على الناس كاملين اللي كيسمعوا لينا دابا سيغ شادا اف ام. مرحبا بك خويا سعد، نهار كبير هذا. مريم صباح الخير. صباح النور، ربي يخليك، شكرا على الاستضافه. كلشي الحمد لله مزيان. ولكن هي اول حاجه قبل ما نقول لكم يعني شكرا لكم لانكم يعني اليوم عارف عندكم بزاف ديال لي زونكاجمون، عندكم الوقت شويه مشغول حيت من بعد نتكلموا علاش مشغولين كتوردوا شي حاجه. ولكن نتوما يعني بنعرف الناس انكم يعني نتوما مزوجين تبارك الله، عندكم واحد الوليد. كيفاش كديروا بين حياه الزوجيه والحياه العمليه وكتبقوا خدامين وصافي؟ يعني جيتوا فقتوا الصباح جيتوا نيشان صافي بليز ديالو داك نيتو. والله الا بدك ندخل لكم ولاد ديالكم ان شاء الله. امين امين. الله يكبر في طاعه الله، وباقي صغار ان شاء الله بزاف ديال الوليدات. غادي نرجع معك سعد وغادي نقول دم سعد باش نجعد مريم، واخا تشوف لي فام دابور ولكن بزاف سعد. سعد الوغ انت يعني بمدينه ديال فاس، وكنت بديتي ولد اف ولد باقي صغير تبارك الله، عندك 25 عام ولكن 27 عام 95 97 نسيت اسمعني انا دابا 90 قلت لك ماشي مشكل ماشي. فا لا كارير ديالك اللي بديتها تبارك الله يعني كنت صغير وكنت في الاول يعني في مدينه ديال فاس، وخدمتي مع بزاف ديال الرابور اللي كان في مدينه فاس. ابخي تنقول بحال نقولوا سويتشيتي شويه لواحد الموسيقى وليتي يعني افغي سونس ديال الارتيست اللي يقدر يغني كاع لي ستيل ميوزيكو اللي كاينين. فوالا بريميرمون علاش هذا الاختلاف هذا، وكيفاش جا هذا لو شو هذا تبدل ما بين الراب من الراب يعني كيفاش تنقولوا اللي كان شويه اغريسيف وكان شويه يعني فيه ايغو تريب وداك الشيء، انت كتسويتشي يعني الموسيقى فهمتي دي طوب فهمتي لحن اخر كتبغي تسمع عاوتاني توزيع بزاف ديال الحوايج، كيفاش كان لو شونجمون زعما؟ الصراحه هو ماشي شونجمون زعما جا غير بحال هكاك، هو في الاول كما قلتي نتايا كنا حيت كانت يلاه بدات داك هذيك الموجه ديال لوربان في المغرب، بدا يبان الراب، مازال الناس بزاف ما كيعرفوش شنو هو الراب الهيب هوب، يعني كاينه غير واحد الكوميونيتي صغيره اللي كتسمع لهذيك الشيء. حنايا كنا تاثرنا بحكم ان داك لونتوراج. لا هي صراحه قبل اول مره غادي ندخل الاستوديو سي 2006 تبارك الله، هي اول مره فين دخلت الاستوديو داروا لي كرسي باش طلعت للميكرا، وراك عارف تيكون داك الشيء مازال شويه تيكون دونك كنت 11 عام بحال هكا. فوالا انا 10 كنت كندير لي انترفيو وكنمشي كندير بزاف ديال الحوايج زعما عندهم علاقه بالبلار. دونك من الصغر وانا كنكزيرسي بحال تقول ميتي ديالي، ميم سي زعما كنقرا وباقي في الكوليج وهذا، ولكن بحال كتعيش هذيك واحد الشويه ديال داك الشيء فهمتي ديال داك لافي تاكسيست. دونك كيما قلتي لو شوا نرجعوا لو شوا ديال لو ستيل اللي دابا حنايا كنغنيو اللي زعما ولا هاد ليطا اللي وصلنا ليها دابا. نورمالمون كيما قلتي بدينا بالراب، كما قلنا بدينا كنشوفوا الكولتور اوربان كتدخل الدروبه ديال المغرب، بداو الناس كيلبسوا الهيب هوب والار. كان لونسمون ديال هذيك الساعه لونسمون، حنايا كنا اسيين نديروا واحد لو جروب اللي به ديجا بدينا كنطلعوا لاسين، بدينا كنشوفوا كما قلت لك كتشوف هذيك لافي. دونك من بعد كما قلنا داك لو شوا ماشي انا اللي خسريته، يعني كنا كنسمعوا للراب ولكن اون باراليل كانوا دي جروب بحال غانغا فايبس، كانوا بزاف ديال لي جروب في المغرب بحال مايارا باند. فوالا كان انا فريمون كي اسيريني هذاك لو ستيل ديال الفيوزيون داك الورد ميوزيك، اولا مثلا مع سورتو كان الكاسيت والهيستوار ديالي انا اكزاكت زعما شنو اللي خلى الموسيقى المدينه القديمه والحي الشعبي بحال دابا. هذاك الشيء كان كيعجبني نشوف داك لي كولور وكذا، وسورتو فاس راك كما كتعرف فيها بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تانسبيرا منهم. دونك البلان هو كان واحد المحل ديال الكاسيت فيردي فيتك جوبونس فوالا. دونك كان في الدرب ديالنا واحد المحل ديال الكاسيت، وانا كنت صغير تقريبا كما قلنا واحد 8 سنين ولا 10 سنين، كانوا كيحطوني بحال هكا وكيحلوا الكاسيطه يلاه باقا جديده يعني يلاه جات انا البوم يلاه جا خرج، وكنولي نسمع ليه كامل. وكانوا كيجيو واحد لي جروب الوالا ديال الهيب هوب في المغرب بحال تيور الليل بارمي لي جروب الوالا، كانوا كيجيو باش كيحطوا الكاسيت ديالهم، وانا كان كيعجبني اللباس ديالهم كيحطوني نتصور معاهم. دونك داك الشيء من الاول بدا كياثر فيا فهمتي. دونك ضروري طبات الموسيقى شويه بشويه فوالا شويه بشويه، ولكن كنت زعما ماشي 100% غاب، ولكن كنحاول نغني ار ان بي. كان داك الساعات المسهري كان ايكان فهمتي، كان بزاف ديال لي ريفيرونس اللي كتقدر زعما تانسبيرا منهم. داك بوك دي كاسيت جو بونس لقيت لك كتفاه ديال يعني شبري صغير انا الغلطه فوالا بالضبط
بالضبط هي هذيك ديك لا بيل ايبوك ديال الموسيقى فريمون الموسيقى كانت عندها واحد الفالور واعره يعني باش خرج مثلا شي اغنيه خصك تسنى حتى شي كاسيطه ديالها وتبقى تقلب عليها وتقاش فوالا يعني في الاول كتحاول تاسي لونجيستريمون ما كتكونش عارف بلي راه كاين ستوديو وكاين ميكرو وتقدر تمشي تونجيستري كنتي كتشد كاسيطه فيها الارتيست وكانت في داك المسجله كاين هذاك البوطون ديال الريك كتمشي كتورك على هذيك الريك وكتبدا جالس كتسجل وسط الاغنيه يعني فاش كتطلق كتورك على بلاي باش توقف لا فاش كتورك على بلاي الاغنيه كتوقف كتسمع راسك عاد تكمل الاغنيه ديال فهمتي ديال الارتيست فوالا جديد ما كيما قلت يعني هادشي سون دي زيكسبيريونس اللي كيخليوك انكم بعد يعني كيكبروا فيك داك الحب ديال الموسيقى وكيخليك فاتح على بزاف ديال الحوايج تكمل لك سعد دابا ندوزو عند مريم مريم جو بونس انه يعني كيما تقول الطفوله ديالك شويه مختلفه على سعد لا مختلفه كليا كليا انا في البدايه ديالي بدات من الدار بديت بين العائله ديالي وسط دارنا بالحكم ان بابا كتعجبو الموسيقى بزاف كان كيسمع بزاف الموسيقى اختي الكبيره كانت كتانسبيريني بزاف لدرجه انني كنت متاثره بها بزاف ما يمكنش مثلا ما يمكنش يدوز النهار بلا ما نهز الشطابه ولا كراطه ونحلم راسي راني فوق لاسين ولا فوق مهم البداية كانت من الدار من مراها بديت كانت بارتاجيها مع أصحابي مع لونتواج ديالي المدرسة هكا بدات ابخي يعني جو بونس يعني حتى ملي كتكون يعني في الدراسه ديالك كيعرفوا انه ملي يكون مثلا شي واحد وشي وحده اللي بالفا كيغني كيغني فوالا كتولي كما تقولوا بحال خصوصا في القسم خصوصا في القسم كان واحد شنقول لك يعني كنتي كتحس براسك بحال الحفلات المدرسه انت هو النجم ديال القسم فهمتي وفي حد ذاته يعني واحد كيقدر يتحرج بعض المرات لا لا انا من لي جونغ اللي كنحشم بزاف بزاف يعني دابا راني شويه لا لا سي فري مي كيما يعني هادشي يعني كيخليك انك يعني دير بزاف ديال الحوايج وابخي يعني داز الوقت واليوم يعني الحمد لله فتلاقيتي انت وسعد وتزوجتوا ويعني كونتوا عائله يعني ملي كيكونوا جوج ديال الفنانين يعني مزوجين بعضياتهم راه صعيب تيقول لك انك تخيلها فبغينا نتكلموا غابيدمون الوغ كيفاش جا هذا لو في انكم تلاقيتوا وكيفاش هذيك القصه ديال التعارف ديالكم واخا ندخل شويه الجانب الشخصي ولا كاين شي مشكل هو في الصراحة نقدروا نعاودوا لك ليستوار حيت زعما كنعاودوها لأي واحد ماشي شي حاجة كنعاودها له فوالا المغاربة كاملين يعاودوا لي فريمون الصراحة لا غولاسيون ديالنا في الأول كانت أميتي بيغ أنا كنت كندير لي زيتود ديالي السينما في وردازات هي كانت في واحد الكوليكتيف كدير دي زاكتيفيتي ارتستيك وهي كانت في فاس وأنا فيما كنرجع من وردازات كنا كنتلاقاو كوم دي زامي زعما فريمون كيما قلت لك اميتي بور كنتلاقاو كنجلسو كنحاولو نديفلوبيو الموسيقى ديالنا ولكن كاين واحد الفايب اللي دايزه بيناتكم عندكم مشكل ديزاين فوالا هو هذاك الفايب دايز لدرجه انني كنحاول كنقول لها لا فوا ديالك زوينه راه نخدم انا وياك كنبرودوي شي البوم ماشي ديالي انا ولكن لك نخدم لك البوم ديالك انت اميتي فريمون احتاجت واحد ليدي واحد النهار جاتنا ليدي علاش ما نخدموش بجوج اولا ما عرفتش يمكن كنت بروبوزيت عليها واحد المورسو وقالت لي باش نخدموه بجوج بينا اللي هو حمان حمان واحد لادابتاسيون ديال الحسين التولالي في الفيلم الملحون خلاص راه غنيه على التعريف واحد ليستوار زوينه شدينا درنا ليها واحد لادابتاسيون تقريبا في اون سيمين وجدنا المورسو بالكليب ديالو درنا ليه الرياليزاسيون حاولنا نكرييو هذيك لوفر من بعد من هذاك البلان صافي من تما الناس بزاف اللي عجبهم هذيك الموسيقى وحنا براسنا بدينا كنشوفوا راسنا فهمتي اللي تخلي يعني تلونسا فوالا تلونسا دونك اوتوماتيكمون كما قالت مريم حتى لقينا راسنا بجوج بدات لي استوار داك الساعه ديال لامور و او ميم طون لا في ارتستيك فهمتي دونك عندنا دي فوالا دونك عندنا دي زوبجيكتيف في الموسيقى اولا دي زوبجيكتيف في لافي صافي حتى ولا لا بالنسبه لينا واحد لو ستيل دو في حنا عايشينو وهو عايشنا وحنا غاديين مع الفن فهمتي بحال هكا صافي ابخي يعني تسرات الامور وتزوجتو الحمد لله فوالا وزعما كما قلتي قبيله واحد القضيه كيفاش كنقدروا فهمتي كيفاش كنقدروا نفرقوا بين لافي ارتستيك ولافي بروفيسيونيل فوالا شنو كيوقع دونك في الاول راه فريمون هي ماشي سهله ولكن مع الوقت كتلقى راسك باللي زعما فهمتي حتى حاجه ما غادي تقدر تحبس ليك هذوك لي زوبجيكتيف اللي بديتي على قبلهم وكذا كاين شي حوايج اللي تيوقفوك في الحقيقه كاين شي حوايج تيخليوك انك تحبس ولكن الهدف ديالنا من الاول
هو الموسيقى. جو بونس النقطه مزيانه علاش؟ لانه اليوم يعني نقدر نقول انكم كنتم بعضياتكم كتبارطاجيو كل شيء. يعني حتى اليوم ساعد اللي كان في الاستوديو فاوتوماتيكمون انت غادي تعاوني تعطي افكار ديالو وتكتبوا. ما كاينش شي حاجه يعني ملي كيجمعكم نفس الخدمه تقريبا كيجمعكم نفس لامور ديال لا باسون ديال الموسيقى. جو بونس انه بزاف الحوايج اللي ما كيقولوش داك هذوك لي ديتاي صغيورين ما تيقولوش انهم كتبغيو نفس الحاجه كتبغيو الموسيقى. عرفوا لي لا كوميونيكاسيون اكثر. نفس لوبجيكتيف. فوالا كتولي كوميونيكاسيون اكثر كيولي البارطاج اكثر. فهمتي؟ كيولي بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. ولي الحمد لله يعني علاقات اكثر يعني بالولد ديالكم الله يخلي لكم اللي بطبيعه الحال هو كيعطي واحد لو شارم اخر يعني ملي كتكونوا يعني عندكم واحد الولد حاجه زوينه باقي صغيورين. حقيقه وكيونس. ياك الله بحال الحياه به ماشي بحال بلا تا هو الاستوديو غيطلع الموسيقى تا هو ما نقدروش نحكموا كيفاش غادي يطلع ولكن فريمون كتحس باللي جاي فيه فهمتي كتحس باللي داك ليجند ديالو راه فوالا اون فوا تريبيتي موسيقى يقدر بحال دابا او كيدير لك او يولي يعاود من موراك دابا فرا كنت في ستوري ديالك لقيت هو كيفايبي مع كيفايبي مع الموسيقى بحال تقول بي بي ام تخلاق معاه دونك فهمتي ما غاديش تلقى المشكل من هاد الناحيه ما تكون والدي دي زارتيست دونك طبيعتي كيما تو الدري يخرج كيتاثر بالمحيط اللي دار ديال كيدوز كامل في موسيقى ولا هذا دونك حتى هو كيتاثر فهمتي فين ديتيها سيدي فين ديتيها مشيتو الدنيا معاك صراحه هي الاغنيه الوحيده اللي كنغنيو على بعضياتنا فهمتي دونك فليك ريزور كتجيك خصك تبدا تكتب بحال هكا فهمتي كل واحد تيكتب داكشي اللي فوالا ديال لاف سونغ ديال الالبوم داكور انت كيما ان شاء الله انتم يعني مساكين يعني بروشينمون في ترامبلان ديال بولفار وهذه المسابقه اللي كبيره واللي كتعرف يعني الحضور ديال المجموعه ديال لي زارتيست فكيف جات الفكره هذه سورتو انه غادي يكون واحد البوبليك كبير واش متحمسين ما متحمسينش كتوجدوا شنو كديروا شنو الخطه اصلا الغايه ديال الالبوم والوبجيكتيف ديالو هو اننا نطلعوا سور سان بي وي داكور وتشو يعني تغنيو لايف بيرفورمانس قدام الناس دونك من الاول كاع قبل ما نكرييو الالبوم هذه هي الفكره ديالنا ديال اننا فهمتي كما قلت لك الالبوم فيه لاتوش اومان دونك خاصها توصل اوتوماتيكمون لومان فهمتي كما قلنا ما كاينش واحد لوبجيكتيف كوميرسيال كما قلنا في الاول ولكن فريمون الالبوم كما هذا هو لوبجيكتيف ديالو تلاقاو الناس ونعبروا على داكشي اللي حنايا حسينا به في هذيك اللحظه ويعرفوا لا فيزيون ديالنا في الموسيقى فوالا هذا هو لوبجيكتيف دونك بحكم تو اليوم التوجه ديالكم ونتكلم على الاختيار الفني ديالكم في هذا لو ستيل هذا اللي اخترتوا فيه فيديو اخترتوا فيه واحد لو ستيل اللي نقدروا نقولوا انه البوبليك فيه ماشي ما كبيرش بزاف فوالا ولكن كاين واحد نقدروا نقولوا واحد شويه ديال واحد لا سيليكسيون هي اللي كتسمع هذا الشيء اليوم هذه الموسيقى اللي كديروا واش نقدروا نقولوا سعد ومريم انه هادشي تقدر تعيش به المغرب يعني تقدر انك تعيش به وتكون بخير بدل فهمتي بالموسيقى هذه اللي كديروا هذا جو بونس با ولكن فريمون مع الوقت ومع هادشي اللي طاري دابا في لاسين فهمتي دونك لاسين ماروكان دونك بدات الامور شويه كتستركتورا عندنا فريمون دي زيفينمون اللي شويه تقال كاين فهمتي دونك كاين واحد الهوب كاين واحد الامل مع الوقت فهمتي بوكو با زعما علاش حنايا ما توليش عندنا واحد لاندستري ميوزيكال او لا سينماتوغرافي في المغرب اللي يقدر الارتيست يولي كيعيش منها وكلشي الامور مستركتوريا وما كاينش مشكل فهمتي سي فري بنتي كنلقاو مثلا ستيل اخرين بحال مثلا كنت كتغني شي حاجه ديال بوب شي با راب داكشي كتلقى يعني ماشي بزاف ولكن فيزون عنده الناس ديالو كاين اللي كيبغيو كاينين فوالا واحد فهمتي واحد الناس اصلا لاسين ماروكان الحاليه دابا فريمون تحشات لا فيزيون سي فري راه حيت الفيزيون كما كتعرف لي جروب ما كيطولوش بزاف ديال المشاكل كانوا ديجا وقعوا لي جروب اللي كانوا زعما محسوبين وتا هما ما بقاوش دونك هذوك اللعيبات هما اللي كيخليونا فهمتي نزيدو نافونسيو كثار حاجه واحده اخرى حنا ما بغيناش نبقاو في ستيل واحد جوستمون اكزاكتومون يعني نقدروا نشوفوكم مثلا قدام كتبدلوا شي حاجه اخرى من غير فيوزون شي شيء وي حنايا فهمتي ديما كنحاولوا ناميليوري وكنحاولوا نديروا على ريشيرش في لي ستيل في لي ريتم ديالنا ولكن فريمون واحد لوبجيكتيف كاين حتى هو في الالبوم ابار نطلعوا لاسين ونغنيوا للناس اللي هو اننا يلاه نتكافاو مع هذيك الباتريمون اللي عندنا في المغرب بحال دابا هذه القضيه علاش انا غادي نمشي غادي نبدا نحمق في راسي بحال الوقيته اللي زعما كنت كندير الراب بور وغير الراب بوحدو كنت بحال شويه فهمتي بحال
شويه منغلق ليميتي ليميتي كنمشي لامريكان كنسمع بزاف ديال الدياسك في امريكان ونحاول نتانسبيرا وعاد وعاد نولي انا نكري شي حاجه علاش ما نشوفش داكشي اللي عندي انا وهذا الشيء فريمون على المسؤوليه السينما ودونك بحكم هذيك لي زيتود ديال السينما وهذا هما اللي تيخليوك فهمتي تكون كتكون فريمون اوبن على 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 الكولتور ديالك دونك وهذا الشيء دابا اللي حنا غاديين فيه هذه زعما هذه هي لا فيزيون ديال الموسيقى ديالنا ديال يلاه بحال الثقافه ديال 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 المغرب شنو كاين فيها جوستمون جوستمون سا ترافير فو وجانت كلمه قضيه اخرى لانك انت يعني كدير سينما وعرفك يعني تبارك الله كدير كدير لوسون يعني اي حاجه عندها علاقه بالصوت فانت فيها يعني في الاستوديو لوسون درجه الالبوم راه ميكسيتو انا وفهمتي دونك دونك هذا هو البلان دونك داك كيما تقولوا البيدج ديال الميكس ديال كيدير ميكساج يعني ولكن يعني. استخدمتك دونك بعض المرات فوالا فوالا داك عاوتاني ستان ترافاي سيباري على على الموسيقى ولكن في نفس الوقت هما راه كيتلاقاو بجوج في واحد النقطه الصوت كتبقى باللي عنده واحد العلاقه بالموسيقى والموسيقى عندها علاقه بالصوت وفوالا ورجعت القضيه باش مثلا في الالبوم ديالك تقدر انه انت يعني باش تفيناليزي تقدر تكون مثلا شي واحد اخر يصايبوك على برا ما تكونش مقتنع 100% ولكن انت كتبقى تركز على الديتاي اي حاجه صغيره كترد فوالا فوالا وهادشي من الحوايج اللي خلى اللي خلانا ناخذوا الوقت بزاف كما قلتي في الالبوم علاش حيت كتحاول تحط فهمتي هذاك الطوق ديالك الموسيقي في الالبوم ديالك مريم عمر انت كان عندك دي رومارك انت قلتي شنو حاجه مثلا لاحظتي في الالبوم قلتي لسعد قلتي هذه خص ضروري خصنا نبدلوها ولا شي مره شي 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 اونجيسترمون ديالك ما كانش مزيان شنو الحوايج اللي وقعوا لك في الالبوم اشو من الاول انا قلت لك الا كنتي الا سمعتي الفيرسيون الاولى ديال الالبوم غتجيك تجيك مبدله بزاف حيت حيت راه ديفلوبينا فيها بزاف ما يمكنش يعني بالنسبه ما كان بامكاننا كان بامكاننا نقدروا نديفيوزاو داكشي في الاول ولكن واخا هكاك كل ما كتزيد تعطي الوقت لداكشي كل ما كيزيد يتيفولو اكثر داكو انت كما دابا الكليبات يعني كنعرفو دابا تري بيان دونك يعني باش انا لابوم يعني يزيد يتعرف اكثر خص ضروري انه تكون فيه شي واحد وشي جوج كليبات ولا ثلاثه مينيموم لي كليب اللي درتو كتوج درتي حاجه درتو باسكو درتو واحد اونصومبل فوالا درنا ان كليب في اقشور كنا خدمناه ولكن مازال عندنا صراحه دي بروجي دي سيناريو اللي ديجا بدينا فيهم ليكريتور بحال الشمعه الشمعه مثلا عندنا واحد لو سيناريو ولكن مازال دابا فهمتي من بعد ريبيتيسيون من بعد ترومبلان داك الساعه غادي نقدروا ندوزوا لهذيك ليطاب ونقدروا نكريو عاوتاني شي كليب بحال لي كليب اللي ديجا خدمنا دونك ما كنتش غادي يقول لك لا ديال كدير مزيانه انت لا لا ما كاينش مشكل ما كاينش المشكل لا انتما جروب الله يخليكم جروب ديما مجموعين امين امين مش هدر اغنيه البابي مش هدر انا الاغنيه انا شحال مره كنفكر صراحه ولكن مازال دابا كاين الفرد تقلا بيبي تشوك راح في الدار راح في داك الديس شحال مره الوحيده اللي كيعاودها مع المغني تيعاودها شوف معاك يدخل الانترو كيبدا يزيد عارف اللي هذاك هو بيبي شوك والبنيته الصغيره كتقول بابا في التالي وتقولها في الاول هو دابا شنو خصكم تشوفوا ديريش اغنيه تكون ديانا صافي دير داك الاغنيه وان شاء الله وجيب صراحه هذا الموضوع علاج هضرت انا ومريم فيه ديال اننا غادي نقدروا نديروا شي حاجه للدراري الصغار فريمون نقدروا نخدموا شي البوم تري بون ايدي فهمتي كاين واحد الفكره مازال ما واضحاش ولكن علاش لا نقدروا نطبقوا حيت شوف نقولك شي وني دري صغار كلشي غيتفرج قال لي كلشي كتشوف مزيان غير عندكم واحد الطلب ديروا شي اغنيه زوافريه بحال هي سي باطير كان واحد ديسك في الالبوم بحال هكا وص انولا فريمون بين دروب المدينه غادي تالو ولكن درتي ما كتحسش بها تقول قصه ماشي واقعيه جميع انا غندير لك احساس احساس ديال السيليباتير ديال السيليباتير مي والله صافي بليزير وشكرا لكم بزاف كنتمنى لكم ان شاء الله انكم تزيدوا في لاكارير ارتستيك ديالكم وان شاء الله من خلال يعني هاد لي باساج هادو انكم تزيدوا يعني تشاركوا بزاف ديال الفيستيفال حيت عندكم كما تنقولوا موسيقى زوينه موسيقى اللي كتقدر انك تسمع انت وعائلتك كبير وصغير وكتحس فريمون بالموسيقى خليكم بتي دغني مو سعد ومريم صحه ما سخيتش بكم شنو كتبغوا تقولوا للناس والديكم اي واحد كيعرفكم وكيجاكم الصراحه حنا ما سخيناش بك بعدا مرحبا بكم حيت فريمون الوقت دايز طاير معاك والكلمه اللي نقدروا نقولوا للناس كاملين زعما سواء الناس اللي غادي يحضروا لينا في البولفار في ترومبلان كنقول لكم اجي تسناونا لو 25 سبتمبر في الروك فيستيفال بولفار غادي نبلبلوها نبلبلوها غادي تسمعوا موسيقتنا مزيان غادي نتموسقوا كاملين غادي تكون الباند كامله غادي يكون عصام فارس على باس
كاين يوسف الشوري في باتري، كاين عماد هوايقا غادي يكون في لا جيتار، وانا ومريم غادي نكونوا في لو شون، دونك غادي تكون لايف باند، غادي نحاولوا نعطيوا اللي عندنا باش الفيلن ولا موسيون ديالنا يوصل للبوبليك والناس اللي حاضرين. وحتى كما قلتي نقولوا كلمه للوالدينا، الناس اللي فريمون عاونونا واخا غير بكلمه زوينه كلمه صغيره، كنقولوا لهم شكرا بزاف، حيت يمكن غير هذيك الحاجه باش عاونتونا خلاتنا باش نكملوا حتى لدابا. وميرسي بوكو كما قلتي لي بارون ديالنا، حيت فريمون ما فهمتي متعيا ما تقول ما غاديش تقدر توصل حيت جابونا الدنيا فوالا فهمتي، ما غاديش تقدر كاع ترد لهم ولا غير شويه من داكشي اللي دار. باش بوستيو ما يكونوا في الاخر بعد كتعرف بالحق ديال الوالدين. فريمون سورتو فاش كتولد كتعرف بحق الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. امين امين. مريم تاتي ان ديرني مو. انا كنبغي نقول شكرا بزاف لاي واحد قال فينا هضره زوينه ولا صيفط لنا ميساج، والعائله ديالنا خصوصا صحابنا كان اللي دعمونا واللي دائما مشجعينا، كنبغي نقول لهم شكرا وكنبغيكم بزاف 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 بزاف. وشكرا لكم حتى نتوما اللي كنتوا معنا هذا الصباح هذا، شكرا لسعد ومريم، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. تبارك الله عليكم.